حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، أهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف، ونبدأ بالعناوين. من المدى نبدأ، العراق يفعل مذكرة تفاهم مع تركيا لضمان حصة مياه كاملة. في صحيفة أوبزيرفر، تبعية البريطانية لأمريكا لا تصب في مصلحة العلاقات الإنجلو-فرنسية. أقرأ في الشرق الأوسط، تنديد أممي بالإعدامات الجماعية في صنعاء. نطالع في العربي الجديد، العراق فرص متدنية لتمثيل القوى المدنية في البرلمان المقبل. وفي نيويورك تايمز، تكشف تفاصيل عن عملية اغتيال فخري زادة. نقرأ في القدس العربي، أزمة الغواصات النووية، باريس تعد ما حصل مع أمريكا تقويضا كبيرا للثقة. وفي عربي 21، داعش يتبنى الهجمات على طالبان واستنفار أمني للحركة. نبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة الميثاق الوطني ومقال للكاتبة نور العبيدي تحت عنوان العراق إلى أين؟ تحدثت فيه الكاتبة عن جرائم الميليشيات الولائية في العراق بعد الاحتلال الأمريكي، فنستمع إلى تفاصيل المقال. في ليلة من ليالي تموز التي لم يظهر فيها قمر لسنة 2006، تلك السنة التي كانت مؤلمة جداً ومرت كأنها دهر على العراقيين وخاصة السنة العرب الذين عانوا من تهجير وإقصاء واستيلاء على ممتلكاتهم. دق باب بيتنا أشخاص كنا نظن أنهم أصدقاء والدي أو من جيراننا، لأنهم لطالما كانوا يأتون إلى والدي لطلب المساعدة، لهذا خرج إليهم وقال لهم: حياكم الله، تفضلوا. فسألوه: هل أنت فلان؟ فأجابهم بفخر واعتزاز: نعم أنا هو. لكنهم وفجأة انهالوا عليه بالضرب حتى كسرت يده، ثم وضعوه في صندوق سيارتهم الخاصة واقتادوه إلى جهة مجهولة. بعد أن اقتادوا والدي، جاء عدد من رجال الميليشيات مسلحين ودخلوا البيت، وكنا نحن فقط نساء. وعندما رأتهم والدتي كبرت وقالت لهم: خذوا ما شئتم من البيت من نقود وممتلكات واتركوا بناتي وشأنهم، وهذا ما فعلوه. ظننا وقتها أن موتنا محتم لا محالة، ولكن مشيئة الله فوق كل شيء. وبعد التدقيق الذي أجرته الشرطة علمنا يقينا أنهم ميليشيا جيش المهدي التابعة لإيران. وأضافت الكاتبة: سردت قصتي وقلبي يدميه الألم لما حصل لنا وما زال يحصل، فطوال السنوات 18 لم نرى إلا الموت والدمار والجوع والتهجير والإقصاء على أيدي شرذمة إيران التي طالما أرادت أن تجعل من العراق مسرحا للدم والجريمة وأن تجعله محافظة تابعة لها، وحصل فعلا كل هذا بفضل الخونة والموالين لها، فأصبح العراق تدميه الصراعات العرقية والمذهبية التي نهشت أشلاءه وقطعت أوصاله العريقة حتى أصبح فتاتا تقتات عليه زمر الشر والخراب. عن قانون خدمة العلم بين فرضية التشريع وواقعية التطبيق، كتب حاتم الفلاحي مقالا نشره موقع راسام، جاء فيه: تتناول هذه الدراسة عن قانون خدمة العلم وهي الخدمة اللزامية الذي طرحه الكاظمي وعده من ضمن منجزاته التي حققتها حكومته في العراق بعد أن تغيرت حسابات الطبقة السياسية الحاكمة، وتناول أيضا الوعود التي أطلقها الكاظمي ولم يحقق منها شيئا إلا من خلال الإعلام. تتطرق هذه الدراسة إلى طبيعة المؤسسة العسكرية الحكومية وصلاحياتها لتطبيق هذا القانون، وهل هي بحاجة إلى هذه الأعداد البشرية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق وتأثيره في المؤسسة العسكرية. وتناول أيضا إمكانية تطبيق هذا القانون من ناحية التوقيت والظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق.
ما هي المنجزات والتعهدات التي يتكلم عنها الكاظمي ويحاول الترويج لها؟ لأنه قد تعهد بالكثير من الوعود والعهود ولكنه أخفق في تنفيذها، لم يحقق منها شيء، فقد وعد بتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة وها هم يسرحون ويمرحون بل ويتمادون في عمليات القتل والاغتيال وتكميم الأفواه وتحدي الدولة والقانون، ويفرضون أجندتهم بقوة السلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية. وقضية اعتقال قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح الذي اتهم بقضايا متعددة ومنها قتل الناشط بالحراك الشعبي إيهاب الوزني في مدينة كربلاء بحسب المادة 4 إرهاب، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى، وهو خير دليل على ما نقول، حيث تم إطلاق سراحه بقوة السلاح، كما أن الكاظمي وعد بحصر السلاح بيد الدولة ولكنه فشل في ذلك أيضا. وهذه مافيات السلاح وعصابات الجريمة تصول وتجول في بغداد والكثير من المدن العراقية وتستخدم السلاح وترتكب الجرائم أمام أنظار القوات الأمنية والعسكرية بلا حسيب أو رقيب، بل إن الأجهزة الأمنية تواطأت مع هذه العصابات في تنفيذ الكثير من جرائم القتل والاغتيال وهي تخشى التصادم معها، حتى أصبح السلاح المنفلت ينتشر على مستوى الميليشيات والعشائر والعصابات والأفراد، وهو فوق القانون وفوق الدولة وفوق المساءلة القانونية. فأين تعهد بحصر السلاح بيد الدولة؟ وأضاف الكاتب: هل يعد الكاظمي وعدم قدرته على إخراج الميليشيات من منطقة سنجارة ومنطقة جرف الصخر منذ عام 2014 منجزا؟ أم أن المنجز هو إخفاقه في عادة النازحين إلى منازلهم في العوجة ويثرب وعزيز بلد وفي مناطق وقرى كثيرة في محافظة ديالى وفي محافظة التاميم وفي مناطق سهل نينوى؟ أم أن المنجز هو ملف المغيبين في المناطق التي شهدت نزاعات والذين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى يومنا هذا وهو غير قادر على فتح تحقيق بهذه الجرائم التي حصلت من عند أجهزة وميليشيات تابعة لسلطة الدولة؟ تطالعنا مقاطع الحملات الانتخابية لكبار المرشحين وهم يتنقلون فرحين ومزهوين بأجمل الحلل والسيارات، مؤملين جمهورهم بوعود وردية وأحلام كاذبة وفساد لشراء الأصوات دون ما شعور وطني. إذن فلنستمع إلى مقال للكاتب طالب عبد العزيز نشرته صحيفة المدى. لا يملكون برامج سياسية ولا نوايا حسنة لإنقاذ البلاد من الهاوية التي تنتظرها، وكل همومهم هو البقاء مدة أطول على ذات المقاعد القذرة في الحكومة والبرلمان، متناعمين بالمكاسب التي جنوها والتي تنتظرهم ضاربين عرض الحائط بتطلعات وطموحات أبناء الشعب المسكين. تكشف استعراضات المرشحين عن صلح طويل الأمد بين الفرقاء شيعة وسنة وكرد، فلا خصومات في السر، وإن تسرب إلينا في العلن شيء هنا وهناك، فهم يتصلون ببعضهم ويخططون الخطط التي تضمن التزوير وتكفل لكل فريق حقه من الأصوات والمقاعد، وكل شيء يجري بقدر واضح لديهم، فلا دسائس ولا مخاوف من كتلة على أخرى، إنما الدسائس والمخاوف تعتمل داخل الفريق الواحد. هناك شخصنة للخصومات، فالشيعة بخصوماتهم المعلنة والسنة بوضوح أكثر، وما يحدث بكردستان باللغة الكردية تسرب إلى العربية تماما، فلا أسرار في القضية. أضاف الكاتب: منذ انتخابات عام 2004 وحتى اليوم وشعار المكونات الثلاثة المعلن وغير المعلن هو تبادل المنفعة
تبادل المنفعة، هذه وثيقة عهد بينهم تضمنتها بنود مؤتمرات لندن وبيروت قبل سقوط النظام، وظلت قائمة حتى اليوم برعاية الأمريكية المعروفة. لكن تقاطع المصالح ووفرة المال التي تؤمنها المناصب تلك أدت بأعضاء الفريق الواحد من كل مكون إلى التفكير بالاستحواذ على المغانم الكبيرة والبحث عن السبل حسنها وقبيحها لإبعاد هذه الشخصية وتلك الجماعة وذاك الحزب. وهنا يمكننا القول إن ديمقراطية أحزاب الخراب العراقي بحسب تعبير الكاتب، ومنذ 18 سنة لم تهتم بحياة المواطن، وإنما اهتمت بحياة أعضائها على حساب مكوناتهم من جهة، وأنتجت صراعا داخل المكون نفسه بما خرب أنسجة المكونات الثلاثة. الكاتب مصطفى البرغوثي قال: مر على توقيع اتفاق أوسلو 28 عاما بالتمام، وما قدم أنه اتفاق انتقالي سينتهي العمل به في غضون 6 سنوات ليفضي إلى سلام دائم وإقامة دولة فلسطينية أصبح وضعا دائما. حولت فيه حكومات إسرائيل السلطة الفلسطينية إلى أسير دائم تحت سيطرة الاحتلال في بقع مقطعة الأوصال من دون سيادة ومن دون سيطرة حتى في مناطق ألف التي لا تزيد مساحتها عن 18% من الضفة الغربية. خلاصة الأمر أن اتفاق أوسلو ونهجه وصل إلى طريق مسدود منذ زمن طويل، ولم تجري أي مفاوضات إسرائيلية فلسطينية طوال السنوات العشر الماضية، وما تمارسه حكومات إسرائيل المتعاقبة هو نهج صفقة القرن قبل صدورها وبعده، والهدف ضم الضفة الغربية وتهويدها من خلال الاستيطان وحصر العلاقات مع الفلسطينيين في التنسيق الأمني وتعميق الانقسام الفلسطيني وطرح مبادرات اقتصادية خادعة بديلاً للحل السياسي والعمل على توسيع التطبيع مع الدول العربية على حساب القضية الفلسطينية. وفي حين يبدو انسداد نفق أوسلو محكماً بالكامل، يشق الفلسطينيون أنفاق المقاومة بكل أشكالها نحو الحرية التي يحلمون بها، وذلك هو المغزى الكبير للمعجزة التي حققها 6 أسرى فلسطينيون بتحرير أنفسهم من أشد سجون إسرائيل إحكاماً من الناحية الأمنية، ولنجاح شابين شقيقين في مقتبل العمر منى ومحمد الكرد في جعل قضية الدفاع عن بيوتهم في حي الشيخ جراح في القدس قضية عالمية، واختارتهم مجلة تايم ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة عالمياً. أدرك الشعب الفلسطيني بعد عناء طويل عبثية المراهنة على حل وسط مع حكام إسرائيل اليمينيين، ولم يعد في حاجة لإقناعه بفشل اتفاق أوسلو، بل تعمقت قناعته بأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة بكل أشكالها، وتعاظمت أنماط المقاومة الشعبية التي يمارسها الفلسطينيون. القمع والتنكيل والقهر والاحتلال والحصار لا يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً على المقاومة، وهم لا يعرفون مثل سياسيين تقليديين كثيرين كيفية التعامل مع الأجيال الفلسطينية الشابة التي فاجأتهم وفاجأت العالم لأنها كانت أكثر تمسكاً بحقوقها التاريخية من الأجيال السابقة. لذلك يبدو المستقبل مشرقاً وواعداً لكل من تبنى نهج المقاومة والكفاح بديلاً للنهج الذي أخفق في المراهنة على حل وسط مع الحركة الصهيونية، ومقابل نفق أوسلو المغلق تنفتح دروب الحرية على مصراعها. كشف صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تفاصيل للمرة الأولى عن عملية اغتيال عالم النووي الذري العالم النووي الإيراني فخري زادة في نهاية العام الماضي، فنتابع التفاصيل في هذا المقال. بخلاف المعلومات السابقة، فقد نفت نيويورك تايمز أن يكون هناك أي عملاء على الأرض ساهموا في عملية الاغتيال،
وأضافت أن قتل زادة تم بواسطة روبوت قادر على إطلاق 600 رصاصة في الدقيقة. ولفتت نقلا عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي إن هذا الرشاش بلجيكي الصنع مرتبط بروبوت ذكي ومتطور. اللافت أن هذا السلاح الفتاك البالغ وزنه نحو طن كامل جرى تفكيكه على شكل قطع صغيرة لتسهيل تهريبه داخل إيران، ومن ثم تمت إعادة تجميعه سرا من قبل عملاء للموساد. وأوضحت أنه تم ركن سيارة مزودة بالكاميرات ومربوطة بالأقمار الصناعية لرصد موكب زادة في شارع الإمام الخميني والذي يضم 4 سيارات. وتابعت بأن الهدف كان حينها التأكد أن زادة من يقود إحدى السيارات وليس زوجته أو أحد أبنائه. وأضافت أنه بمجرد أن أصبح الموكب قريبا من السيارة المركونة والموضوع عليها الرشاش سيارة بيك أب، فقد تم رشقه 15 رصاصة، 3 منها أصاب الزادة بمقتل على الفور. وذكرت الصحيفة أن عملية الاغتيال التي قام بها الموساد الصهيوني جاءت باستخدام سلاح مزود بتقنية ذكاء اصطناعي وبكاميرات متعددة تعمل بالأقمار الصناعية. نشر موقع فوكس تقريرا عده سيجار سامويل عن مشكلة الذكاء الاصطناعي مع الإسلاموفوبيا أي العداء للإسلام. وقال في تقرير إن الجيل الثالث من برمجية التنبؤ اللغوي GPT-3 هي ذكية ولكنها تقول أشياء غير جيدة عن المسلمين. ويعرف كثير عن تحيزات الذكاء الاصطناعي ضد الملونين والنساء، ولكن التحيز ضد الدين لم يركز عليه، لهذا فالتطورات الأخيرة تقترح أنها مشكلة. يتم التعامل مع نماذج لغوية مثل GPT-3 باعتبارها وسائل تملك إمكانيات للتعزيز والإبداع، فحينما يعطيها الإنسان عبارة أو عبارتين فهي تستطيع إضافة عبارات تبدو وكأنها من كلام البشر. ويمكن استخدام هذه النماذج لمساعدة شخص يحاول كتابة رواية أو قصيدة شعرية، ولا يزال GPT-3 ناشئاً وبعيداً عن الكمال، ويعني أن لديه ميلاً للاستثناء أو التمييز. وعلى ما يبدو فإن GPT-3 يربط المسلمين وبشكل غير متناسب بالعنف، وهو ما وثقه عابد وزملاؤه في ورقة علمية نشرتها مجلة نيتشر ماشين انتليجنس، عندما يتم استبدال كلمة مسيحيين بكلمة مسلمين فقد انتقل الذكاء الاصطناعي من تقديم إجابات تربط الكلمة بالعنف في نسبة 66% من الطلبات إلى 20%. وغض الباحثون النموذج بأسئلة قياس مستوى الفهم على غرار سات، وفيه أسئلة مثل الجسارة هي جرأة المسلم على أكمل نموذج GPT-3 في ربع الإجابات بالإرهاب، وفي حالات أخرى حصل الباحثون على إجابات متحيزة. وفي الحقيقة فإن الورقة الأصلية التي نشرها الموقع عن GPT-3 في عام 2020 أوردت ما نصه. وجدنا أيضا أن كلمات مثل عنف وإرهاب ترافقت بمعدلات كبرى مع الإسلام وأكثر من الأديان الأخرى. من الأخبار النونة وعافي صدى الأقلام، ثار بركان في جزيرة لا بالما الإسبانية يوم الأحد مسببا انفجارات عنيفة في بلدية الباسو جنوبي الجزيرة، مما أجبر نحو 5000 شخص على الفرار من المنطقة حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وقد ذكرت صحيفة البايس الإسبانية أن البركان أطلق شظايا صخرية وحمما ملتهبة في الهواء، ف
فضلا عن كميات ضخمة من الدخان البني والأبيض. وأفادت الصحيفة عبر موقعها على الإنترنت بأن الحرس المدني أجلى نحو 5000 شخص من المتضررين من ثوران البركان. هذا وذكرت محطة كاناريس السابعة التلفزيونية من قبل أن 500 سائح كانوا من بين الذين أجلوا من المناطق المحيطة حتى الآن. قبل الختام مشاهدينا نبقى مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية. وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم. غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.